Today we are going to explain the theoretical part for the experiment number 7, which is talking about the hydrogen bond strength between organic organic acid molecules. The main target of this experiment هو measure the strength of the hydrogen bond formed between dimer of the organic acid. معناته الهدف الأساسي تبعنا هو إن نحسب أو نقيس تحديدا to measure the strength of the hydrogen bond formed between dimer of organic acid. خلينا في البداية let's start with what we mean by hydrogen bond and how we can understand it. في عنا احنا بنعرف انه دائما في عنا intermolecular forces. ال intermolecular forces هي عبارة عن forces that act between stable molecules or between functional group of micro function group micro molecules. على سبيل المثال احنا بنعرف انه المي موجودة على شكل liquid، لكن ال H2S مرات لكن في بعض المواد الثانية مش موجودة على شكل liquid. ليش المي موجودة على شكل liquid؟ ليش في بعض المواد موجودة على شكل غاز؟ ليش في بعض المواد موجودة على شكل solid؟ بتعتمد على طبيعة ال intermolecular forces. فلما بنحكي احنا قاعدين على intermolecular forces احنا بنحكي قاعدين انت بنحكي على forces between molecules. انا في عندي هنا A وهنا عندي B، فبنحكي احنا على هاي المولكيولار فورسز اللي بنتها، ما بنحكي على الانترا مولكيولار فورسز. على سبيل المثال لو كان في عندنا هنا هاي H2O هنا احنا بنحكي هاي نوعية ما بين الهيدروجين والاكسجين، والهيدروجين والاكسجين هي عبارة عن بوند، لكن احنا بنحكي على الانتر مولكيولار فورسز اللي بتتكون ما بين تو مولكيولز، ما بين المولكيولز تبع المي مقارنه في المولكيولز تبع المي الثاني. anyway الانتر مولكيولار فورسز تتقسم لثلاث انواع. اولا في عندي الكتروستاتيك انتر اكشن، وهذا الحكي بيشمل ايون ايون انتر اكشن، بيشمل ايون دابل انتر اكشن، ايون ايون انتر اكشن. على سبيل المثال احنا بنحكي على فرضا ما بين الصوديوم وال صوديوم وكلورايد، ماشي، ما بين صوديوم وكلورايد. على سبيل المثال بنحكي على ايون دايبول، بكون في طرف عندي ايون والطرف الثاني هو عبارة عن دايبول، او ما بين تو دايبول، ماشي، او ممكن يكون ايون انديوس دايبول، او ما بنحكي على دايبول دايبول. ال انديوس دايبول دايبول انتراكشن، انديوسد دابل دابل انتراكشن هو نوع من انواع الانترمولكيولار فورسز، ومرات بنسميه ديسبيرجن فورسز اور لندن فورسز. في نوع ثاني ضعيف، لاحظوا الالكتروستاتيك انتراكشن عباره عن نوعا ما قويه، النوع الثاني اللي احنا بنسميه لندن فورسز او ديسبيرجن فورسز، ماشي، او بنسميها انديوس انديوس دايبول انديوس دايبول انتراكشن، وهي عباره عن انترمولكيولار فورسز ضعيفه، وهي بتيجي في لحظه مع سبيل المثال ما بين ال CH4 مع CH4. طبعا هذا موجود على شكل غاز، واللي بناتهم لندن فورسز لانه احنا في لحظة معينة بتحول الى دايبول، بتكون في عنده طرف بوزيتيف وطرف نيجاتيف. في لحظة معينة هاي طرف بوزيتيف وهي طرف نيجاتيف، فاذا توافقت هاي اللحظة مع الدايبول الثاني مع الدايبول جاي المركب الثاني، فبتولد عندهم انتر موليكولار فورسز لحظي ما بين النيجاتيف والبوزيتيف، وهي بنسميها لندن فورسز او انتر موليكولار فورسز. في عنا النوع الثالث اللي هو الهيدروجين بوند، اللي هو فعليا موضوع الاكسبيرمنت تبعنا اليوم. لاحظوا ان الاسم من الاسم هيدروجين بوند، هل هي حقيقة؟ احنا بنعرف قبل شوي حكينا ان البوند بتتكون within the same molecules. ليش سميت بوند؟ لانه طاقتها شوي اعلى. خلينا نشوف شو يعني هيدروجين بوند. الهيدروجين بوند هي عبارة عن، اولا هي عبارة عن انتر مولكيولار فورسز، هي عبارة عن انتر مولكيولار فورسز، هو عبارة عن اتراكتيف فورسز بين ون الكترونيجاتيف atom and hydrogen covalent bond to another electronegative atoms. فهي الرابطة أو الانترمولكيولار فورسز تحديدا اللي بتتكون ما بين الهيدروجين في طرف وطرف ثاني من طرف ثاني من المولكيولز، بيكون موجود في highly أو electronegative atom اللي هي مثل الفلور أو الأكسجين أو النيتروجين. فهي هلا هي في النهاية الهيدروجين، الهيدروجين بوند هي عبارة عن نوع من أنواع الانتر مولكيولار فورسز، تمام، وريزلت فروم دايبول دايبول فورسز ما بين الهيدروجين اند نيتروجين أو أكسجين أو فلورين. الاختلاف عنها وعن
بقية أنواع الدايبول دايبول فورسز إنه الإنرجي تبعت الهيدروجين بوند عادة هي عبارة عن 5 تقريبا إلى 30 كيلو جول، وهذا الرقم شوي عالي. ماشي، الهيدروجين بوند إنرجي of the hydrogen bond is around is ranging between 5 to 30 كيلو جول بير مور، وهو عبارة عن comparable to that of weak covalent bond، فهو تقريبا بإمكانه تقارنه مع ال weak covalent bond like مثلا بتكون بحدود 155 كيلو جول. And typical covalent bond is only 20 times stronger than the and any intermolecular forces. عادة الانترموليكولار الكوفالنت بوند، الكوفالنت بوند بتكون تقريبا 20 ضعفها 20 مرة أقوى من الانترموليكولار فورسز العادية. احنا في حالتنا الهيدروجين بوند معناته احنا بنحكي سميناها هيدروجين بوند، اعطيناها لقب بوند لانه ببساطه الانرجي تبعتها شوي عاليه وهي كومبارابل مع الويك كوفالنت بوند، فعلى هالاساس سميت هيدروجين بوند، لكن بالتاكيد هي اضعف من الكوفالنت بوند. تمام، فاعطيت لقب الهيدروجين بوند يعني كلمه بوند على اساس انها قوتها شويه عاليه. طبعا احنا بنعرف انه الهيدروجين بوند هي المسؤوله انه ليش المي ياخذ المواصفات الموجود فيها المي، انه البولينج بوينت تبعت المي هي بحدود ال 100 تقريبا 100 حسب البريشر، لكن البولينج بوينت لو مركب قريب من المي، المي احنا بنعرف انه عباره عن H2S H2O، وفي عندي مركب ثاني عباره عن H2S، اثنين شبه بعض لكن ال H2O عنده هيدروجين بوند فالبولينج بوينت تبعته بحدود ال 100، لكن ال H2S البولينج بوينت تقريبا بحدود 60، معناته الانتر مولكيولار فورسز الموجوده في المي هي اعلى بكثير من الانتر مولكيولار فورسز الموجوده بالاس، وهذا بفسر ارتفاع البولينج بوينت. الهيدروجين بوند عاده السم تايم از سم وير بتوين ذا كوفالنت بوند اند الكتروستاتيك انتر مولكيولار فورس، جاي في الوسط. الهيدروجين بوند عاده اوكيرز ان بوث اورجانيك اند ان اورجانيك مولكيولز، الهيدروجين بوند موجوده في الاورجانيك مولكيولز او في الان اورجانيك مولكيولز. ماشي، ان اورجانيك مولكيولز مثل المي، وموجوده في الاورجانيك مولكيولز على سبيل المثال زي الدي ان اي. الانتر مولكيولار intermolecular hydrogen bond is responsible for both boiling water boiling point of water، حكينا بحدود ال 100 ماشي، على نتيجة وجود strong hydrogen bond. تمام، and as with the other group اللي هي 16 hydride. intermolecular hydrogen bond is also responsible for the secondary tertiary and structure of protein and nucleic acid. هاي أهمية ال hydrogen bond، كثير ممتاز. احنا التارجت تبعنا اليوم انه to measure the strength of the hydrogen bond in organic for the organic acid. على سبيل المثال رح ناخذ بعض الاورجانيك اسيد، في احنا بنعرف في بعض الاسيد لايك الاسيتيك اسيد على سبيل المثال او البنزويك اسيد، هي الاسيتيك اسيد هي اسيتيك اسيد او البنزويك هي اسيتيك اسيد او البنزويك اسيد. تمام، البنزويك اسيد بامكانهم يوجدوا نتيجه التركيبه تبعهم بامكانهم ينوجد في يعني انه يصير عمليه ديستريبيوشن ما بين تو لاير، بامكانه يذوب في المي في الاكيوس وبامكانه يذوب في اورجانيك سولفنت. تمام، هلا كمان مره هي خاصيه كثير مهمه فيهم، هلا ليش ممكن يصير له عمليه ممكن يذوب في اثنين، لانه هو في عنده بارت هنا بارت، هذا البارت بامكانه يذوب، لاحظ انه هنا حجمه صغير فجزء منه بذوب في الـ في الـ في الاكيوس بارت، وجزء ثاني ممكن يعمل يذوب في الاورجانيك بارت، لكن عنده خاصيه كثير مهمه انه بوث اوف ذيم سواء الاسيتيك اسيد او البنزويك اسيد اذا وجدوا في الاكيوس سوليوشن بشكله مونيمر. شو يعني مونيمر؟ مونيمر مينز انه هو لوحده، يعني بيكون في عندي هي الاسيتيك اسيد على سبيل المثال وحواليه جزيئات المي، هنا مش متصلات مع بعض. تمام، فهنا بكون حواليه جزيئات المي، هنا H2O H2O الى اخره في الاكيوس، فال both of them the acetic acid and benzoic acid can form can exist in aqueous solution as a monomer form. monomer form معناته كل مولكيولز لحاله، لكن الشيء المنيح اللي فيهم اذا وجدوا في organic solvent ممكن يعملوا دايمر. دايمر مين؟ زي ما احنا شايفين هنا انه هي انا في عندي الاسيتيك اسيد، بامكان في عندي اذا وجدوا في الاورجانيك سولفنت بيكون في ابيليتي اكثر انه كل مونيمر منهم يعمل انتر اكشن مع المونيمر الثاني بحيث انها تشكل عندي انا هنا رابطه جديده اللي هي عباره عن هيدروجين بوند، هاي الانتر مولكيولار فورسز ما بين الاكسجين والهيدروجين، وهي مسؤوله انها تكون المركب ينوجد على شكل دايمر ما ينوجد على شكل مونومر. نفس الشيء في حالة الأسيتيك أسيد بإمكانه تكون إن عندي هنا هاي اللي عبارة عن هيدروجين بوند
تمام، وبتؤدي لتكوين دايمر. معناته اذا حطينا احنا البنزويك اسيد او الاسيتيك اسيد في اكيوس سوليوشن رح يشكل مونيمر، واذا حطيناه في اورجانيك سوليوشن رح يشكل دايمر. طب اذا حطيناه في سوليوشن على سبيل المثال كونتين تو لايرز، وان اوف ذيم از اورجانيك سولفنت والثانيه اكيوس سولفنت، رح يكون في عنده القدره انه يعمل عمليه ديستريبيوشن بحيث جزء يدخل على الاورجانيك بارت وجزء يبقى في الاكيوس بارت، نتيجه انه هو عنده القدره انه يذوب في اثنين، نتيجه انه هو ميسبل ان بوث سولفنت. ماشي، طبعا هذا شكل المونيمر والهاي الموجوده عندي. اذا وجد في عنده اورجانيك سولفنت، سوري اذا وجد عندنا اورجانيك اسيد مثل الاسيتيك اسيد او البنزويك اسيد، الميزه الثانيه تبعته بامكانه اذا وجد ان immiscible solvent. immiscible solvent معناته انا في عندي هنا حطينا فرضا هنا organic solvent، وعندي انا هنا aqueous water على سبيل المثال، فهذول عبارة عن two immiscible solvent ما بذوب. رح نلاحظ انه في بيناتهم زي في زي فصل، في رح يكون في بيناتهم زي خط يفصل بيناتهم. فبناء عليها اذا حطينا organic solvent، if the organic solvent exists in the immiscible solvent، ماشي، شكل طبيعي يصير عملية distribution. it will distribute between the two layers in which في الاكيوس بارت او الاكيوس solvent رح contain only the monomeric form، ماشي، and في الاورجانيك لاير contain both monomeric and dimer form of the acid. معناته كمان مرة اذا وضعنا الاورجانيك سولفنت في هذول التو لاير امبسيبل لاير، في الاكيوس شكل طبيعي، احنا حكينا في قبل هيك انه في حاله الاكيوس الاسيد هنا بشكل فقط مونيمر، فبالتالي راح يكون عندي هنا راح يصير عمليه ديستريبيوشن ما بين التو لايرز. في الـ الاكيوس راح يشكل يكون فقط مونيمر، راح يكون على شكل مونيمر. لكن في حاله في المنطقه اللي فيها الاورجانيك سولفنت راح نوجد على شكلين، راح نوجد على شكل مونيمر زائد راح نوجد على شكل دايمر. طب ليش راح نوجد على شكل دايمر؟ لانه الهيدروجين بوند حكينا راح تشكل منها. طب ليش راح يكون على شكل اورجانيك على شكل مونيمر؟ سبب بسيط، انه راح يكون في عنده قدره انه جزء منهم ما يشكل هيدروجين بوند، مش كله يشكل هيدروجين بوند. ماشي، زي ما حكينا في حاله الاورجانيك لاير كونتين بوث اوف ذيم مونيمر اند دايمر فور اوف ذا اسيتيك اسيد. طيب شو اللي بصير عندنا اذا افترضنا هاي عندي انا هنا في حاله هاي في عندي انا فرضا هاي انا في عندي هنا اورجانيك سولفنت، لما بنوجد بصول عمليه توزيع بحيث انه اثنين مونيمر، لاحظ انا عندي هنا اثنين مونيمر يشكلوا الدايمر اللي عندي، هذول في عندي هنا تو مونيمر يشكلوا الوان دايمر اللي عندنا هنا. طبعا هنا عندي حاله ايكوليبريوم، حاله الايكوليبريوم راح تكون احنا زي ما بنعرف برودكت على الرياكتنت، فراح تكون تركيز الدايمر على تركيز الرياكتنت. هنا كانه احنا بنحكي قاعدين على 2A عشان تعطيني B، ف K في هالحاله تساوي تركيز البي على تركيز A الكل سكوير. ماشي، خلينا نربطها بالمفاهيم اللي بنحكي فيها. خلينا نفترض انها السي دبليو هي عباره عن ذا اسيد كونسنتريشن اون ذا اكيوس لاير، فالحاله بتكون على شكل مونيمر. في سي 01 اللي هي ذا كونسنتريشن اوف مونيمر فورم، لكن في الاورجانيك لاير حكينا احنا في الاورجانيك لاير بنوجد على شكل مونيمر وبنوجد على شكل دايمر. والسي 02 هي عباره عن كونسنتريشن للدايمريك فورم اوف اكزيست ان ذا اورجانيك لاير. ماشي، طيب distribution coefficient او كي زي ما حكينا هي عباره عن التركيز اللي هي 01 اللي هي المونيمر فورم، المونيمر فورم في الاورجانيك لاير على التركيز تبع الموجود في الاكيوس فور ديستريبيوشن كوفيشنت تبعها. لانه انا حطيت نفترض 10 مولكيولز، خمسه راح ظلهم موجودات في الاكيوس، ونفترض او سته موجودات في الاكيوس واربعه موجودات في الاورجانيك، فديستريبيوشن كوفيشنت تبعهم راح يكون تركيزه في الـ في الاورجانيك على تركيزه في الماء. طبعا احنا بنحكي قاعدين هنا على المونيمر فورم، لكن نتذكر شغله انه الايكوليبريوم اللي راح يصير في منطقه هذا ما بين هاي اللي راح يصير عندنا هنا فعليا ما بين اكيوس واورجانيك.
طبعا مين فيهم تحت ومين فيهم فوق بتعتمد حسب الدنسيتي للسولفنت. اذا كان السولفنت الدنسيتي تبعت الاورجانيك اكثر فبيكون في الحاله تحت، لكن في منطقه الاورجانيك بارت، في منطقه هذا، في الان اورجانيك ان هذا الـ الـ في الاورجانيك ان اورجانيك طبقه الاورجانيك بيكون في عندي انه المونيمر 2 و 2 مونيمر فورم بشكله الدايمر، بتكون قيمة الاكوليبريم كونستانت للدايمر فورميشن هي عبارة عن تركيز الدايمر على تركيز حكينا المونيمر تربيع، طبعا تركيز المونيمر في الاورجانيك. ممتاز، زي ما حكينا خلينا نعتبر، لاحظ انه السي 0 طبعا الاو هنا هي جاي من الاورجانيك، ريبريزنت ذا اماونت اوف ذا اسيد ان اورجانيك لاير. تمام، suppose there is no association between the two molecules. على هذا الأساس إحنا حكينا كمية الـ concentration تبع الأسيد في الأورجانيك بارت أو في الأورجانيك راح يكون تركيز المونيمر زائد 2 في تركيز الدايمر. ليه؟ لأنه كل دايمر حتى يتكون محتاج 2 مونيمر. ماشي، خلينا نستخدم هاي المعلومة وندخلها في اللي كانت موجودة عندي في equation 1 و 2 اللي هي هاي قيمة D وقيمة K، ندخلهم في بعض ونعوض فيهم بالسي 0 توتال. تمام، بناء عليها اذا عملناها ماشي بتطلع عندي انا تركيز الاورجانيك لاير المونيمر في الاورجانيك لاير هو عباره عن قيمه الديستريبيوشن كوفيشنت في الكونسنتريشن في الووتر، تركيز الدايمر هو عباره عن الكي في تركيز الاورجانيك الكل تربيع. خلينا ندخلهم كمان كلهم على بعض، ماشي بامكاننا نحصل على انه تركيز الاورجانيك سولفنت في التوتال ماشي في الاورجانيك لاير على تركيز الاسيد في الاكيوس لاير يساوي دي زائد 2 كي في تركيزه في الاورجانيك كل قوه تربيع على سي دبليو. نتذكر انها السي او هي عباره عن التوتال اماونت اوف اسيد ان اورجانيك لاير، السي 01 هو عباره عن تركيز الاسيد ان ذا مونوميريك فورم في الاورجانيك لاير. ماشي تمام، فبناء عليها بيطلع عندي انه سي 0 على سي دبليو تساوي دي زائد 2 كي في سي 01 الكل تربيع. مع اعاده ترتيب ناخذ هذا الفورم اللينير فورم. هذا اللينير فورم بيحكي لي كل اللي انا محتاجه التوتال كونسنتريشن التوتال اماونت اوف اورجانيك لاير على الكونسنتريشن في الاكيوس لاير، لو رسمنا العلاقه بيناتهم بتعطيني دي زائد 2 كي دي سكوير في سي دبليو. هذا الحكي شو بيعني؟ بيرسم بيعني لو رسمنا العلاقه ما بين التوتال كونسنتريشن للاورجانيك اسيد في الاورجانيك لاير تقسيم التوتال كونسنتريشن للمونوميك فور في الاكيوس مع الكونسنتريشن في الاكيوس لازم يعطيني خط مستقيم بحيث انه السلوب يعطيني 2 كي دي سكوير والانترسبت دي، ونتذكر دي هي عباره عن ديستريبيوشن ما بين اللاير الاورجانيك والاكيوس. ماشي اوكي، هي الايكوليبريوم كونستانت. معناته انا كل اللي انا محتاجه اعمل التجربه تبعتي ماشي اللي احنا محتاجينه، نعمل التجربه تبعتنا، نجيب تراكيز مختلفه من البنزويك اسيد او الاسيتيك اسيد ونذوبهم في تمام في سوليوشن في عندنا يكون في اورجانيك واكيوس، نعملهم نتركهم لحاله الاكوليبريم ونحدد حسب اللي هنا ونحدد تركيز الاورجانيك ونحدد تركيز الاسيتيك اسيد في الاكيوس. بناء عليها نرسم العلاقه ما بين تركيز التوتال كونسنتريشن الاسيتيك الاورجانيك اسيد في الاورجانيك لاير على الكونسنتريشن تبع الاورجانيك اسيد في الاكيوس لاير مع الكونسنتريشن مع سي دبليو ونرسم العلاقه بيناتهم. فالانترسبت بيعطيني قيمه دي ومن السلوب اللي بيعطيني 2 كي في دي سكوير بستخدم قيمه دي هنا على اساس ترجع من السلوب يعطيني قيمه كي. فبناء عليها بكون حصلت فعليا قيمه الديستريبيوشن كوفيشنت وحصلت الاكوليبريم كونستانت في 1 شوت. طبعا احنا بنعرف انه هل هذا الديستريبيوشن هل قيم كي اللي احنا حصلناها هل تتاثر بدرجه الحراره؟ بالتاكيد نعم تتاثر بدرجه الحراره، انه الاكوليبريم هل يعني نرجع لل
تمام. ما دام في عندي انا هنا ايكوليبريوم بشكل طبيعي، لو رفعنا درجة الحرارة بشكل طبيعي، لو رفعنا درجة الحرارة انا تأثر على تكوين الدايمر الموجود عندنا، هل بتزيده او بنقصه؟ المنطق بيحكي انه احنا دفعنا درجة الحرارة، الانترنيوكلير فورسز هاي انها اتقل، لكن احنا بامكاننا نقيسها كمان اكسبيرمنتالي. كيف بامكاننا نقيسها اكسبيرمنتالي؟ الموضوع كثير بسيط، انه نفس التجربه اللي احنا عملناها قبل شوي، حكينا تجربتنا قبل شوي، كل اللي بنعمله انه احنا بنحضر سوليوشن، بنحضر تركيز مختلفه من البنزويك اسيد، ماشي، بنذوبها في سوليوشن في 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 بيكر او في فلاسك بيحتوي اورجانيك سولفنت واكيوس، بنعمل عمل ديستريبيوشن بناتها، بنعملهم عليه تشيكينج لفتره معينه، بنخليهم لغايه هاي، وبنحدد تركيز الاورجانيك لاير والبنزويك اسيد الموجود او الاسيتيك اسيد الموجود في الاورجانيك لاير والاكيوس لاير، وبناء عليها بنرسم العلاقه اللي رسمناها قبل شوي. لو عندنا نفس التجربه على درجات حراره مختلفه، ماشي، فبامكاننا نستخدم الفانت هوف على اساس نحسب قيمه دلتا اتش للرياكشن. طبعا حسب فانت هوف احنا معناته هنا بصفي عندي انا حسبت قيمه كي، هاي انا عندي تمبرتشر، هاي قيمه كي اللي حسبناها زي ما تعلمنا قبل شوي من خلال الرسمه، نرجعت هاي من خلال السلوب. ممتاز، فبنعمل نفس التجربه فرضا على 25 ديجري، على 30، على 40 الى اخره، بيطلع عندي كي 1 كي 2 كي 3، ماشي. بناء على معادلة فانت هوف لو رسمنا العلاقة ما بين لين كي 1 اوفر تي، وهالحكي احنا طبعا جربناه اكثر من في المجموعة الاولى، عملناه اكثر من مرة، تمام. فلو رسمنا العلاقة اللي بيناتهم فبطلع عندي السلوب بمثل ماينس دلتا اتش اوفر ار، والانترسبت بتذكروا قلنا العلاقة في دلتا اس اوفر ار، حكيناها قبل هالمرة. اذا كان في عندي فقط 2 داتا فبامكان استخدم لين كي 2 على كي 1 تساوي دلتا اتش على ار في 1 تي 2 ماينس 1 على تي 1، طبعا تي لازم تكون بالكلفن. نيجي للعملي، كيف احنا بنعمله؟ اللي بنعمله بالشكل التالي، عندنا هنا بريبير ذا فولوينج سوليوشن، الاورجانيك سولفنت اول شيء 25 مل، وبنكمل على الاورجانيك لاير، ماشي، اورجانيك اسيد تركيزه 1 مولر، حطينا منه 10 مل، بنضيف، لاحظ عندي انا سوليوشن هنا 25 مل من الاورجانيك سولفنت مع 40 مل من الووتر، بنحط معهم 10 مل من الكونسنتريشن تبع الاسيد، معناته تركيزه بامكاننا نحسبه اللي هو M1V1 تساوي M2V2. بنخلي، لاحظ في ثلاث تجارب عندنا، او 1 2 3 4 5 تجارب، كميه الاورجانيك سولفنت ثابته، لكن بنغير في تركيز الاسيد، مره بنحط 10 مل 20 مل 30 مل 40 مل 50 مل، وكل مره بنغير في كميه الووتر، معناته راح يكون في هالحاله ديستريبيوشن مختلف من عينه لعينه، تمام. بعد هيك شو اللي بنعمله احنا؟ بنفصل التو لايرز باستخدام سيبريتر فانلز، فراح يطلع في عندي انا بعد ما نفصلهم، انتوا عارفين شكل السيبريتر فانلز تقريبا، بنفصلهم بناخذ الاكيوس لاير، هي الاكيوس اللي هي الووتر، وبناخذ الاورجانيك لاير، ماشي، وبنستخدم صوديوم هيدروكسيد تو تايتريت ايتش سوليوشن باستخدام الفينولفثالين از انديكيتر. بناء عليها بنحدد قديش تركيز، طبعا التفاعل ما بين الاسيد والبيس هنا عباره عن 1:1، احنا عارفين قديش محتاجين من البيس من الان اي او اتش، فبناء عليها بنقدر نحسب عدد مولات او تركيز ال البنزويك اسيد او الاسيتيك اسيد في الاورجانيك لاير والاكيوس لاير، معناته انا في عندي هيك التركيز، اذا كانت عندي التركيز معناته انا بوفر، بكون في عندي في الحاله سي 0 او سي او على سي دبليو، ماشي، وبناء عليها برسم الكيرف اللي احنا حكينا عنه قبل شوي. بنعيد نفس التجربه على اكثر من درجه حراره على اساس نطلع قيم مختلفه لكي، وبناء عليها نطلع دلتا H على اساس ونطلع دلتا S للتفاعل. في سؤال كثير مهم هنا اللي هو شو مصادر الايرور اللي عندنا هنا؟ هل ممكن تطلع قيمه دلتا H فيها اختلاف، او قيمه D مختلفه، او قيمه K مختلفه؟ What's the sources of error you think that can occur during the course of this experiments? Thank you. شكرا، السلام عليكم.